خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية، أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى وجود الكثير من التحديات التي تواجه التعليم في الكويت، منها التحديات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن العملية التعليمية مسألة مشتركة ما بين وزارة التربية والمدرسة وأولياء الأمور والمجتمع كله. تحت شعار معا نحو تعليم أفضل، وبحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، نظمت كتلة الوحدة الدستورية كود لقاء مفتوحا لمناقشة قضايا التعليم والمناهج الدراسية في الكويت ودور المجتمع وأولياء الأمور في الحركة التعليمية ونهضتها. يعني احنا يمكن استلمنا الوزارة وكان فيها النهج الطائفي والنهج القبلي والنهج اللي يدعو إلى العنف، يمكن في أشياء منها كانت موجودة في المناهج، احنا حاولنا نشيل كل هذا الموجود في المناهج، ولكن ما استطيع أن تسيطر على المدرس. المدرس ممكن يعلم الطالب سواء في قاعة الدراسة ولا برا، هذه أيضا معضلة تواجهنا. ضرورة الشراكة المجتمعية في دعم مشاريع الإصلاح. مشاريع الإصلاح ما في دولة قرأت سيرتها الذاتية اعتقدت أن وزارة التربية مسؤولة عن الإصلاح. عمر وزارة الإصلاح ما قادت الإصلاح في التربية. وزارة الإصلاح جزء، وزارة التربية جزء من منظومة. المنظومة مجتمعية. المنظومة تأتي من الدولة. شارك فيها جميع المؤسسات العاملة. كما كشف العيسى عن وجود العديد من التحديات التي تواجه التعليم في الكويت، وأهمها التحديات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية. أن العملية التعليمية بيني وبينكم، لا تتوقعوا أني أنا يعني أنقل لكم المعلومات كلها 100%، أنا علي جزء وأنت عليكم جزء، أنت عليكم تبحثون، أنا علي أبحث وأنت عليكم تبحثون وتوصلوا ونشترك في المعلومة. هذه مفقودة عندنا في المجتمع الكويتي، وهذا تحدي كبير بالنسبة للتربية. يأتي ذلك فيما أكد وزير التربية سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة في وضع السياسات التعليمية التي تشمل التخطيط للبرامج والأنشطة وما يتعلق بالموارد المالية وتحسين البيئة المدرسية.